المباشرة مع مقدمة هذا الشوط، بنصير بكم مع المقدمة، بنشوف اللي في المركز الأول. أرى الآن اللي في المركز الأول مخيفة لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثاني الحذرة في المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي، وفي المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع مياسة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الخامس أرى اللي في المركز الخامس بن صوغان لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ومضمر بن صوغان المضمر علي الحاج السوداني. وفي المركز السادس ناخذ اللي في المركز السادس في هذه اللحظات سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب اللاحد الهاجري. وفي المركز السابع سرابة لهدن الرياسة بقيادة المضمر السهيل بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الثامن دمعة في المركز الثامن لسمو الشيخ عبد الله بن أحمد المحلى، ومضمر دمعة السيد عبد العزيز بن عبد الله بن موسى. وفي المركز نشوف المركز التاسع ولا العاشر يا ابو سلطان، المركز التاسع ناخذ اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات غرناطة وصلت وانتقلت إلى المركز التاسع لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز العاشر بشاير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن حمد بن هيان العامري. هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم إلى المقدمة إلى مخيفة. مخيفة لا زالت مخوفة الجميع، وهي على مقدمة هذا الشوط عسم على مسمى. ها هي مخيفة لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثاني أرى اللي في المركز الثاني الحذرة لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر مضمر النجوم الخمس حمد بن علي العويسي. وفي المركز الثالث مياسة الشكل مياسة العود في المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بن عرطي الحميري. وفي المركز الخامس سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن زيب اللاحج الهاجري. غرناطة في المركز السادس في هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السابع سرابة لهجن الرياسة بقيادة المضمر سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الثامن بشاير في المركز الثامن بشروني عنك ما يدرون عني ما دروا باللي شغل فكري وظني. يا السلام يا بشاير. في المركز الثامن في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. وفي المركز التاسع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سيب بن أحمد بن خريدة. وفي المركز العاشر العنود ولكن أرى العنود نعم في المركز العاشر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. هذه النتيجة، ونرجع إلى مخيفة. مخيفة وهي على مقدمة هذا الشوط أسم على مسمى. ها هي مخيفة صاحبة الإنجازات صاحبة السجل الحافل. يا السلام بالفوز والنواميس في الدولة وخارج الدولة. ها هي مخيفة تشاهدونها
على شاشة التلفزيون لهجن العاصفة، أحد بطلات أيضا هذا الميادين من إمبراطورية هجن العاصفة صاحبة السيف في عرضية ميدان الوذبة في المحليات. ها هي مخيفة، مخيفة على مقدمة هذا الشوط في هذا الموسم 2014-2015. ها هي مخيفة لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا ابو راشد على هذا الأداء المتميز لهجن العاصفة في كل مكان وفي كل مناسبة وفي كل احتفال. ها هي هجن العاصفة كما عودتنا نحن، عودت جماهيرها ومحبينها دائما من جديد إلى جديد. ننتقل إلى الحذرة في المركز الثاني، الحذرة اللي اسمه الشيخ زايد بالمر بن مجتوم، آل مجتوم مضمر النجوم الخمس في عز النهار. حمد بن علي العويسي متواجد في التضمير وفي الأداء وفي التسيير لدى الحذرة. مياسة في المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد، آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. المركز الرابع، أخر يا أبو سلطان هد السرعة شوي، خلنا ناخذ المركز الرابع ولكن غرناطة، غرناطة مسرعة تبغى تلاحق زميلتها وصديقتها في العزبة وفي المسرح وفي التدريب وفي المركاض مخيفة. ها هي غرناطة أيضا من هجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس بشاير، بشاير تبشر بالخير تبشر بالناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. وفي المركز السادس سرابة لهجن الرياسة بقيادة المضمر سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز السابع الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم أحد بطاحلة التضمير يتولى التضمير والتدريب مسري بن سالم بن عرطي الحميري. وفي المركز الثامن العنود في المركز الثامن لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بن العرطي الحميري. وفي المركز التاسع سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيف بن لاحج الهاجري. وفي المركز العاشر شف المركز العاشر وصلت شف أول ندى الشف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم قائد العمليات في الفرقة 11 يتولى التضمير علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع، نرجع إلى المقدمة. بنتخبرك عن مخيفة، سبق أن تخبرنا عن مخيفة الذي متسمات يمنا على هذه الناقة الذي حصلت على سيف أميري بلادي دولة قطر في ميدان الشحانية لسيدي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي انتزعت السيف بمسافة تفصلها تماما، رحلت من البداية وحتى خط النهاية ويابت السيف عبر الحدود، عبر الحدود إلى مدينة دبي. دانت الدنيا، قدمت لها السيف. هذه مخيفة تسمت تيمن على هذه الناقة صاحبة الإنجازات، صاحبة الحروف من ذهب. ها هي مخيفة لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يوفن السبق ولا يخلفن، نعم بالواثق وتضميره ما يصح الا صحيح. شاهدنا قمريه وقمريه والليله قماري، نبى نسري مع مخيفه ومع قمريه ومع هجن العاصفه. يا سلام يا سلام على هذه الامبراطوريه، امبراطوريه هجن العاصفه دائما دائما تثير، تثير الجديد وتقدم الجديد لجماهيرها والمحبينها مع هذا الشعار الملكي، الشعار المميز، شعار هجن العاصفة على ظهر مخيفة. ها هي مخيفة على مقدمة هذا الشوط ترقص حبا وطربا واستعراض، استعراض ذاتي، استعراض ذاتي بدون أي أوامر، بدون صوت، بدون تحريك ريموت. العموم الآلي مبونة محنط بس عند ما يفتحون عليه الجهاز ولا الريموت يتحرك، بس ما يحتاج، ما يحتاج. هاي مذخورة، مذخورة للختاميات في يوم الذهب، في يوم مشهود
ها هي مخيفة تشاهدونها على شاشة التلفزيون، بدأت تغادر، بدأت تباعد، بدأت تقول للحذرة باي باي. هدى حافظ مع السلامة، ها هي الحذرة، ها هي مخيفة على مقدمة هذا الشوط تشاهدونها الآن، بدأت تباعد ما بينها وما بين الحذرة وما بين بقية المراكز. 1200 تعديناهن بقيادة مخيفة، وهذا الأداء المخيف الذي تقدمه مخيفة تشاهدونها على شاشة التلفزيون، اتجاه سليم وصحيح إلى المنصة الرئيسية وإلى خط النهاية، وهي محتلة المركز الأول منذ البداية وحتى هذه اللحظات بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. بدأت تباعد من لاحة المنصة في عينها، بدأت تسرع. قولوا ما شاء الله، ألف ألف ما شاء الله على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه مخيفة في هذا المساء. هي مخيفة تشاهدونها على شاشة التلفزيون تنفرد بمقدمة هذا الشوط، ومن هذه اللحظات بنقول سلام سلام عليك يا هجن العاصفة، سلام سلام عليك يا امبراطورية هجن العاصفة. ها هي امبراطورية هجن العاصفة كما عودتنا، عودت جماهيرها، عودت محبينها تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تهانينا مصحوبة إلى المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نعم بالواثق وتضميره يوفن السبك ولي خلفا وغرناطة قادمة يسلم. هني يوم صورنا المركز الثالث، خذلي المركز الثالث، المركز الثاني الحذرة وغرناطة قادمة، غرناطة قادمة بقوة. يسلم يسلم على هذا الأداء، مخيفة في المقدمة، غرناطة قادمة، غرناطة ومخيفة، غرناطة تنتزع المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. سلام سلام عليك هجن العاصفة، تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز غرناطة بالمركز الأول المركز الثاني، بشاير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المركز الثالث، مخيفة لهجن العاصفة المركز الرابع، الحذرة لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم آل مكتوم، وفي المركز الخامس شف لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. هذه النتيجة، وشاهدت شوط غرناطة وهي تنتزع المركز الأول في الأمتار الأخيرة بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. ها هي لوحة 8 كيلومتر قطعتها في زمن وغدر 13 دقيقة 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصلت في المركز الثاني. نشوف المركز الثاني بشاير، ها هي بشاير 13 دقيقة 3 ثواني وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا أيضا لسفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري والذي وصلت في المركز الثالث. مخيفة وصلت في المركز الثالث 13 دقيقة 4 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا أيضا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تهانينا للجميع والناموس.